على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال ولد له ولا اضمحلال، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، فهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك، وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض هملته في فلكك ونجيته ومن آمنه معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا وزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيلت له أوصياء محتفظا بعد محتفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وعجة على عبادك، ولعل يزول الحق أم مقره يغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا، فنتبع من آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كما انتجبته سيدا من خلقت، وصفوت من اصطفيت، وأفضل من اجتبيت، وأكرم من اعتمدت، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوطأته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق ورجت بالروح إلى سمائك، وأعطيته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نثرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل المصومين من ملائكتك، وعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوأته مبوء صدق من أهل وجلت وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودته في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى،
وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما قضت أيامه وقام وليه ولي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملع أمام من كنت مولاه فعلي مولا اللهم وال من والى وعاد من عدا وانصر من نصره واغذل من خذلا وقال ما كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا ولي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وعله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وحل له من مسجد ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي وصي وارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي فأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وهجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعد هدى من الضلال ونورا من العمى وهب لله المطين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحزو هذب الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التعويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وطرى فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوشى ذعبانهم فعدى قلوبهم أقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن فأضبت على عداوته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبه أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإخصاء بلده إلا القليل ممن وفي لعاية الحق فيهم فقتل ما قتل وصبي ما صبي وأخصي من أخصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطاب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فلينضب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين
صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العتنة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلماء أين المنتظر لإقامة العمت والعوج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتعضيد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المعمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معلم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والإسيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الضيق واللهواء أين قاطع هبائل الكذب والافتراء أين مبيد العطاة والمرضى أين مستعسل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء مذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بدخول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المأسور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعاه أين سد الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحماء يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المحظبين يا ابن القطارفة الأنجبين يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن القضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الزانجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الضلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لذي الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الهجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن ما دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى
دنوا واقترابا من العلي العلا ليت شعري أين تقرت بك النبا بل أي أرض تقلك أو ثرى أبرضوى أو غيرها أمضي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا تراه ولا أسمو لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ذجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من ناضح ما نذع أنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فهنا بنفسي أنت من أقيد إز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاض نعم لا قضاها بنفسي أنت من نسيف شرف لا يساوى إلى متى أهار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أسب فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجابك دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويغزو لك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معيني فأطيل معه الأويل والبكاء هل من جزوء فأساعد جزه إذا خلا هل قضيت أنا فساعدتها أني على القضاء هل إليك يا ابن حمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنهضى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقه من عذب مائك فقد طال الصدى متى نقاديك ونراوهك فنقر عينا متى طرانا ونراك وقد نشأت لواء النصر طرى أطرانا نحف بك وأنت تؤم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وذقت أعداءك هوانا وإقابا وأبلت الهتاة وجهدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعضي فأنتك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائقون إلى وليك المذكر بك بنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وقمته لنا قواما ومعاذا وجلته للمؤمنين منا إماما وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا ربي كراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما واتمم نعمتك بتقديم إياه أمامنا حتى طردنا جناحك مرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك سيد الأكبر ولا عبيه سيد الأصغر وجدة الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اتفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم
وأكثر ما أوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهد به الباطل وأدل به أوليائك وأضلل به أعدائك وصل اللهم بيننا وبينهم وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذوا بهجرتهم ويمكثوا في ذله وعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته واملا علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا صائغا لا دمع بعده يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وإلى أرواح المؤمنين.